مفاجأة الناصري للركراكي. اقترب الوداد من تجديد تعاقده مع مدربه وليد الركراكي لمواصلة قيادة الفريق الأحمر للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاحه في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا واقترابه من رفع درع الدوري. وكشفت مصادر مطلعة أن سعيد الناصري رئيس الوداد متمسك بخدمات الركراكي بعد نجاحاته في الحفاظ على قوة الفريق الأحمر الذي بات على خطوتين من إحراز لقب الدوري الاحترافي للمرة الثانية على التوالي، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي. وأوضح ذات المصدر أن الناصري سيحسن الشروط المالية لعقد وليد الركراكي، إذ من المنتظر أن يرفع أجره الشهري الموسم المقبل من 34 مليون سنتيم إلى 40 مليون من أجل الاحتفاظ على الاستقرار التقني للفريق الأحمر والانتظام في بلوغ منصات التتويج العام المقبل. يذكر أن الركراكي استهل مشواره في عالم التدريب رفقة الفتح الرباطي عام 2014، قاده للتتويج بكأس العرش في أول موسم رفقته، كما قاده للتتويج بدرع الدوري بعد 70 سنة من التأسيس، حيث جاء هذا الإنجاز في عام 2016، كما توج بلقب دوري نجوم قطر قبل سنتين رفقة فريق الدحيل القطري. رسميا داري يغادر الوداد. أصبح قائد الوداد الرياضي أشرف داري أغلى لاعب في البطولة الاحترافية المغربية، وحسب معلومات حصرية فإن أشرف داري سينتقل إلى فريق أنجس الفرنسي. وتشير هذه المصادر إلى أن صفقة انتقال داري من الوداد الرياضي إلى فريق أنجس بلغت قيمتها 3 ملايير سنتيم ونصف، ووافق أنجس الفرنسي على منح الوداد الرياضي ما قيمته 2 ملياري سنتيم ونصف مع 1 ملياري سنتيم آخر عبارة عن متغيرات. ويسارع فريق أنجس الفرنسي لاستخراج فيزا لأشرف داري في اليومين القادمين حتى يتسنى لها الرحيل إلى فرنسا لإجراء الفحص الطبي والتقني. ولم يسبق لأي لاعب من البطولة أن انتقل إلى فريق أوروبي بمبلغ 3 ملايير سنتيم ونصف، باستثناء الكعبي أيوب الذي انتقل من النهضة البركانية إلى الدوري الصيني، مما يجسد قوة العرض الذي تلقاه داري. صفقة جديدة على أبواب الوداد. ينفتح نادي الوداد الرياضي على نجوم الفتح الرباطي لتدعيم صفوفه خلال الموسم القادم، والتي ستشهد منافسة على السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية إلى جانب دوري أبطال إفريقيا والمنافسات المحلية. وأورد مصدر موثوق أن الوداد الرياضي يضع المهدي مبارك ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام لفريق الوداد الرياضي في الصيف المقبل، وتابع أن اللاعب يثير اهتمام الوداد الرياضي بالنظر لإمكانياته وخبرته رغم صغر سنه، بالإضافة إلى الإضافة الكبيرة التي يقدمها في خط وسط الميدان. وأشار ذات المصدر إلى أن فريق الوداد الرياضي سيفاتح الفتح بشأن إمكانية الاستغناء عن جوهرته في ظل سعي الوداد لتدعيم صفوفه بلاعبين بارزين قادرين على دعم المجموعة والإبقاء على تألق الفريق محليا وقاريا. ويعد صاحب 21 عام من أبرز لاعبين المتألقين والواعدين في البطولة، إذ يثير اهتمام العديد من الأندية المغربية بيد أن الوداد يبقى أكثرهم رغبة فيه. ودادي جديد يقترب من مجاورة الكرتي. أصبح الدولي المغربي يحيى جبران عميد الوداد الرياضي ضمن نادي بيراميدز المصري خلال فترة انتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت تقارير صحفية مصرية أن إدارة بيراميدز تتجه لحسم صفقة النجم الودادي خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد المستويات المتميزة التي قام بها أو قدمها اللاعب خلال الموسم الماضي مع الوداد. وأوضحت المصادر نفسها أن وليد الكرتي النجم الودادي السابق قد يلعب دور كبير في إقناع جبران بالانتقال للنادي المصري. تصدر الإشارة إلى أن يحيى جبران بصم على مستويات متميزة رفقة الوداد وساهم بشكل كبير في تحقيق النادي الأحمر للقب دوري أبطال إفريقيا، علما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي.
الوداد يهزم الدفاع الحسني الجديد ويفوز بالبطولة على بعد نقطة واحدة. خاض فريق الوداد الرياضي متصدر الترتيب العام بالبطولة الاحترافية لكرة القدم المواجهة رقم 28 من البطولة الوطنية الاحترافية أمام الدفاع الحسني الجديد بمركب محمد الخامس على الساعة 8:30 زوالا. الدفاع الحسني الجديد في هذه المباراة كان هو السباق للتهديف عن طريق اللاعب مسعود جمعة شوكا في الدقيقة 5 من عمر المباراة، فيما عدل الوداد عن طريق اللاعب جيم بينزا في الدقيقة 45 من اللقاء، وسجل أمين فرحان الهدف الثاني لفريق الوداد الرياضي في الدقيقة 80، ورفع فريق الوداد رصيده إلى النقطة 62 في صدارة الترتيب العام، فيما تجمد رصيد الدفاع الجديد عند النقطة 30 في المركز 11. ليفوز الوداد بالبطولة تلزمه نقطة واحدة فارقة على الرجاء، ففي حال تعادل الرجاء في أي مباراة أو انهزم فستكون البطولة ودادية بغض النظر عن مباريات الوداد، وفي حال تعادل الوداد أو فاز فسيكون فاز بالبطولة بغض النظر عن مباريات الرجاء، أي أن لا فوز للرجاء يعادل البطولة ودادية، ولا هزيمة للوداد يعادل كذلك البطولة ودادية. هنالك حالة واحدة فقط، هي في حال أن فريق الوداد الرياضي انهزم في لقائيه التاليين وكذلك الرجاء فاز في لقائيه التاليين، فهناك حسابات لمن سيفوز بالبطولة، وفي الغالب تشير الحسابات إلى أن فريق الوداد الرياضي سيفوز بالبطولة الوطنية حتى لو انهزم في مباراتيه التاليتين وفاز الرجاء في مباراتيه الأخيرتين. مستقبل الركراكي مع الوداد. أكد وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم أنه تواصل مع وكيل أعماله بشأن برنامجه في التدريب عقب نهاية الموسم الكروي الحالي، وأوضح وليد الركراكي أنه في حاجة ماسة إلى الراحة شأنه في ذلك شأن لاعبي الوداد الرياضي، وذلك بعد موسم طويل وشاق. وقال مدرب الوداد الرياضي خلال الندوة الصحفية عقب المواجهة التي جمعت فريقه بنظيره نهضة بركان يوم الأربعاء إنه يرغب في الخلود للراحة عقب نهاية الموسم الكروي، وشدد الركراكي على أنه قد أخذ قسطا من الراحة بعد نهاية مهمته في الوداد الرياضي، مشيرا إلى أنه سيواصل المنافسة من أجل التتويج مع الفريق الأحمر هذا الموسم بدرع الدوري الاحترافي وكأس العرش، وأضاف أن شهيته ما زالت مفتوحة لتتويج رفقة الوداد، مضيفا أنه بعد ذلك سيخلد للراحة لالتقاط الأنفاس بعد موسم مضني.